ما هو مستقبل الاستثمار العقاري في مصر؟ ومشروع قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين متى يرى النور؟ وكيف نحمي المطور العقاري والمستهلك؟ وهل يضع إنشاء صندوق للضمان العقاري حداً للوقوع كضحايا للشركات الوهمية؟ كل هذا وأكثر مع خالد أبو بكر في حوار مفتوح مع المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومحمد العقاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمحاسب هشام الخولي المطور العقاري، ومحمد لاشين المطور العقاري. كل هذا وأكثر في الحياة اليوم مع خالد أبو بكر الليلة 8 مساء على تلفزيون الحياة.